ومعنا أيضا من بكين السيد تشاو تشي جوان الباحث في العلاقات الدولية. سيد تشاو، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما المحددات تجاه السلوك الصيني والنفوذ المتزايد للصين في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي؟ يعني هي تجمعها علاقات طيبة للغاية وتمثل ساحة نفوذ بالنسبة لها تماما كما روسيا. نعم، شكرا على الاستضافة. لا شك أن الصين تريد تعمل على بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبالنسبة لبكين إن أمريكا اللاتينية هي قطبا مهما في هذا النظام العالمي الجديد. وأعتقد أن زيادة نفوذ الصين في أمريكا اللاتينية هي نتيجة لاختيار المتبادل، وهي يعني تواجه حتمي، حتى لو يعني لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض الدول الأمريكية اللاتينية، فإن نفوذ الصين في هذه المنطقة سيستمر في توسع، وذلك لأن هذا التوجيه يتماشى مع المصالح الاستراتيجية للصين ويخدم المصالح الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال، البرازيل هي أكبر الاقتصاد في أمريكا اللاتينية وتتمتع بعلاقة تجارية وثيقة مع الصين. وفي العام الماضي أعلنت دولتان أنهما ستستخدمان العملة الصينية رمبي في التجارة الثنائية، مما قللت من الاعتماد على الدولار الأمريكي وعززت التعاون الاقتصادي بين البلدين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع بناء ضخمة في بيروت الذي تقوم ببنائه الشركات الصينية، وهو أحد إنجازات مهمة للتعاون بين الطرفين. فمن المتوقع أن يصبح هذا الميناء بوابة أمريكا الجنوبية إلى آسيا، وقد يصبح أول مركز تجاري عالمي حقيقي في أمريكا الجنوبية. وهذا المشروع سيساهم في تعزيز التجارة بين الصين ودول منطقة مثل بيرو وبرازيل. وفي الوقت نفسه يعني يتحدى النفوذ الولايات المتحدة في هذه المنطقة الغنية بالموارد. فأعتقد أن زيادة نفوذ الصين في أمريكا اللاتينية هو نتيجة لاختيار المشترك، ويعكس يعني توافق المصالح الاقتصادية العالمية بين الطرفين. نعم. كيف استثمرت كذلك الصين مسألة غياب أجندة تجارية واضحة لدى واشنطن بشأن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها دول منطقة أمريكا اللاتينية أو الكاريبي، واستطاعت أيضا أن تنفذ إلى مجالات لم تطأها القدم الأمريكية كالبنى التحتية مثلا والمشروعات التنموية؟ طبعا يعني إنها سؤال مهم، وأعتقد أن بحسب على مدى العقد الماضي تراجعت قيمة استثمارات الصينية المباشرة في هذه المنطقة في أمريكا اللاتينية، وهذا التراجع لا يعكس يعني انخفاض اهتمام الصين بالاستثمار في المنطقة، بل يشير إلى تحول التركيز إلى المجالات التكنولوجية والاستراتيجية. على سبيل المثال، يعني أعلنت شركات BYD الصينية لمركبات كهربائية عن خطط يعني استثمارات في قيمة حول 4.5 مليار يوان في البرازيل. وكما توسعت شركات مثل هواوي في مجالات مراكز البيانات الحاسبية وتكنولوجيا الجيل الخامس في هذه المنطقة. ويعني بالنسبة للولايات المتحدة، لا تريد رؤية يعني الاستثمارات الصينية في المجال التكنولوجيا، لأن في العديد من الحالات لم تتمكن الولايات المتحدة من توفير
البدائل التنافسية من حيث الأسعار، مما أدى إلى ميل دول أمريكا اللاتينية نحو الصين. أعتقد أن الصين ستواصل يعني تعزيز الاستثمارات في الخارج في أمريكا اللاتينية، لا سيما في مجال التكنولوجيا يعني حماية هذه اتجاه المستقبل في هذه المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك من بكين السيد تشاو تشي جوان، الباحث في العلاقات الدولية.